كابتن عماد، هل كولر النهارده هي المباراه اللي هيدور فيها على هدف من بدايه المباراه؟ هي المباراه اللي هيشتغل فيها بشكل هجومي؟ انا متاكد من الكلام ده وبتوقع ده، والطبيعي ان ده اللي يحصل في الملعب. يمكن الميزه الاكبر النادي الاهلي عملها لما سجل هدف خارج ارضه، دور على الهدف الثاني وسجل هدف ثاني على طول، هدفين ورا بعض يعني، في الهدف في الدقيقه 13 والدقيقه 14، ودي كانت ميزه كبيره جدا، قدرت تريح اللعيبه وتريح الجهاز الفني داخل الملعب. والحاجه الاهم انه فكر في الثالث وسجل الهدف الثالث، ده مهم جدا، وده التفكير اللي اتغير في النادي الاهلي السنوات الماضيه، انه بيدور على المكسب بره مصر. زمان ايام ما احنا كنا بنلعب كان لو خرجت بنتيجه ايجابيه اللي هو تعادلت 0-0 او 1-1 ورجعت، فده كان بالنسبه لك انجاز. لكن دلوقتي لا، الوضع اختلف، انت بتدور انك تكسب بره وتكسب 1 و2 و3، ده اللي سهل عليك مباراه النهارده. وعلى ما اعتقد ان كولر هيدور زي ما قلت لك، هو بيفكر في الهدف الاول، انا سجلت الهدف الاول المباراه انتهت خلاص انتهت تماما، ابدا وقتها لو انا عايز اريح حد اريحه، وعايز ادخل لعيب، عايز اغير طريقه لعب، هبقى اقدر افكر في المباراه بشكل تاني. وهو عايز كمان، مع عدم قطع كلامك، بدا كمان خلاص في شخصيه لفريق النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي اي مباراه بيلعبها في شكل معين، الضغط بالزبط. الضغط الامامي، بيحاول يجيب جون بدري، ايا كانت المباراه الحقيقه، ففي شكل زي ما بنتفرج كده على شخصيه البايرن او ريال مدريد، فاتبنى شخصيه للنادي الاهلي الحقيقه، ان مع خلاص انت تقول دلوقتي النادي الاهلي يلعب ازاي، يقول لك ضغط من قدام، بنحاول نجيب جون بدري، بنحاول نامن دفاعاتنا بشكل كويس، تحركات اللعيبه مفيش في لا مركزيه في الاداء، فبدا يكون فيها عماد شخصيه لسيستم النادي الاهلي اللي بيلعب بيه. بالظبط يا كابتن هاني، يعني هي دي نقطه وسمه اساسيه في النادي الاهلي. يعني انت عارف واحنا قاعدين في اوضه اللبس بنقول ايه؟ يا جماعه اول 10 دقائق لازم نجيب جون، نستغل الجمهور، نستغل الملعب، نستغل حماس الجمهور، نستغل رهبه المنافس. الملعب ده مرعب لاي منافس ايا ما يكون، حتى لو في 1000 متفرج، لو في 10، لو في 80، انت مش متخيل يا كابتن سيف الجمهور، اللعيبه، الخصم او المنافس اللي بتكون بتلعبه ازاي هو متوتر داخل الملعب. فالميزه انك تقدر تستغل ده، اللعيبه اللي موجوده عندها الخبرات وعندها الامكانيات، ان تقدر تترجم ده لاداء ونتيجه ايجابيه داخل الملعب، انها تسجل هدف. الهدف لما بيجي بيسهل المباراه بشكل كبير جدا.